يا ربي السلامه يا يا ربي يغامر معنا وغادي يهبط لاننا متاكد اننا ضربنا واحد الحمامه خصنا نهبطوا لها التحتيبه مستعده باش غنهبط حتى انا ناري صافي تحضر وا تشوف شحال ديال العلوه الاخوه او جابتها اخوان حتى والله حتى هذا الشيء ملعب الاخوان ها هي الاخوان والله حتى كاينه بالله كاينه يا سلام مزيان خذي راحتك زقلاتها ترقلات يا سلام يا سلام فيديو جديد كاينين انا وسليمان ويحيى وزاد وصحار غنديروا فيديو ديال القنص اللي غيجيبها غيتيري وغيجيبها في القرعه غادي ياخذ 100 درهم المهم الاخوان كما قالت لكم هبه تحدي جديد اليوم والتحدي ديالنا غادي يكون غنشوفوا شكون هو القناص من هاد الربعه اولا الخمسه وحتى انا غنشارك معاهم غنتدربوا على المكحله باش نوليو نصيدوا بها ان شاء الله باذن الله الحمام ونصيدوا بها كريكير الزدود الحجل اي حاجه لقيناها غادي نصيدوا بها ان شاء الله والتحدي ديالنا غيكون عباره عن 100 درهم اللي غادي يجيب القرعه لخوت هي هي القرعه غتكون هنايا اللي غادي يطيحها راه غادي يربح معانا 100 درهم موجودين يلا هبه مستعده يلا على بركه الله الي واحد جوج ثلاثة هبة الان دابا كتنيش غادي نشوفو زقلاتها زقلاتها هبة نوبتي يحيى دابا شارجي المكحلة يحيى فوالا شوف القرطاسة ديالنا القرطاسة ديالنا هي هادي اذا دابا يحيى كيستعد الخوت يحيى كيستعد زقلها زقلها يحيى للاسف دابا نوبت سليمان تا هو غادي شارجي المكحله ان شاء الله شارجات على بركه الله سليمان مستعد مستعد اخويا على بركه الله اذا سليمان الخوت سليمان كيستعد زقلها نوبتي دابا انا ان شاء الله شدي هبه على القرطاسه خلي القرطاسه ديالي صافي اذا الخوت نوبتي انا ان شاء الله باذن الله غادي نبداو على بركه الله يا سلام خوت صراحه نيه شويه ديال بصح مستعده صحاب على بركه الله واحد جوج ثلاثه نيسي مزيان خذي راحتك زقلاتها ترقلات ما جبتيهاش اذا انت ماشي قناصه نوب جاد ريح كيستعد مستعده جاد يلا نيش مزيانه جاد الله اذا دابا الخوت نوب تيفا هبة مستعدة يلا على بركة الله ان شاء الله دابا تحدي الخوت راه صعيب حيت راه الا ما كانش قناص ديال بصح راه ما غيجيبش القرعة الخوت القرعة ولا طريف الجليزة كاين حدا جابتها يا سلام لا شوف اللي ضربها غياخذ 100 درهم هبة توفقات يا سلام يا سلام صح استعد الحماس دابا الخوت نوبت يحيى مستعد مستعد ان شاء الله غنشوفوه واش غادي يقدر يضرب القرعه او لا اذا دابا تركيز عالي من يحيى زقلها يحيى الزقال يحيى زقلها دابا الخوت نوبت سليمان انا متاكد غادي يجيبها اش بالك سليمان غادي يجيبها شي واحد ما قدر يجيبها وانا قدرت نجيبها دابا يا سلام 100 درهم نصلا زقلها دابا نوبتي انا الخوت شدي هبه الخوت نوبتي انا غادي نشوفو انا باغي نجيبها في الجليزه الخوت باغي التحدي نصعبو شويه عليهم واو يا سلام جليزه القرعه الخوت
الخوت راه ما يمكنش الخوت الزليجه تقسمات على جوج. صعبوا شوف صعبوا نديروا هذا الطرف الصغير ديال الزليجه يلاه بين ليها بلاتي عاودي هذه الهضره اللي قال دابا غادي نصعبوا تحت غنديروا هذا الطريف الصغير وان غادي غادي نقول لك حتى الا دير ربط الطريف الصغير عطيه انا عندي 200 درهم واو اش بان لك يحيى تحت تصعيب تبان لي انايا غادي نشري اش بان لك الصراحه زاد اش بان لك في التحدي انا غنجيب انت باينه ما غاديش يجيبها الخوت تحت تصعيب ما غاديش يجيبها ولا جابها الاصدقاء حلال عليها 200 درهم تحت تصعيب وزين في نفس الوقت 200 درهم راه لا 200 درهم ما سالاش في الوقيته هادي و نتمنوا له التوفيق ان شاء الله الاخوان انا نقبل التحدي ديالو وغادي نضرب ليه ديك الزليجه الى وفقني الله يلا بسم الله على بركه الله الدراري سليمان تقطع فيه النص ولا خلعه شد خلعه 200 درهم ما سهلاش ما يمكنش غادي نزقلها سليمان باش ما تقلقش لينا ناري ما يمكنش يا سلام يا سلام ترى ما يمكنش واو سليمان اش كيبان لك اش كيبان لي سليمان تزنق الخوف والله تزنق بالله ترى ما يمكنش واش تجي في هذا النهار اخويا 200 درهم هي اللي عندي ناري اش بان لك ايوا حاجه راني نحاول ما غاديش نجيبها يا نعطيه 200 درهم اش بان لك صحه صحه الخوه مشات ليه 200 درهم مقلقه كيبقى فيا يحيى يحيى تا هو تسكت ها جلي شك تاك وجاب راه بزاف ها ليلى بزاف خيال العلمي هاد الشيء فين فين الزليجه اللي ترسات جبد جات الزليجه اللي ترس شو الخوت كي ولات راه ما يمكنش والله حتى ولات المهم الاخوان انا دابا راه كندرب فيهم باش يتعلموا القنص باش ان شاء الله غادي نلقاو غادي نمشيو للحمام غادي نصيدو انا اللي راه باقا مربحه 100 درهم ما باقي ما داروا والو والاخوان 200 الاخوان 200 درهم راه ما غنديهاش ليه لا لا شوف باش يكون شوف. قد كلمتي غادي تشاد لا 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 لا, لا هاني انا هاني والله الا هاني انا خالك انا عارفك عندك الكلمه ولكن شوف الخوت انا ما غنديش ليه 200 درهم حيت دري كيقرا وما خدام ما والو ما غنديوش ليه 200 درهم هي اللي عنده وهي باش غيدوز السيمانه ياك سيري صدمتيني الصراحه راك ناضي راك ناضي كاين ولا ما كاينش لا ناضي سير ضرب اجي فوالا جات زقلها الخوت الاخوان دابا نوب تحيا كيستعد موجود يحيى ان شاء الله اوه يا سلام يا سلام يا سلام شنو هو الشعر ديالك 100 درهم حلال عليا ان شاء الله ياك يقدر يقلع عليك سليمان لا شاك في ما يجيبها في انا ما يجيبها السلام عليكم الاخوان كيف ما كتشوفوا لقينا واحد البير مهجور حنا غندخلوا ليه دابا عشان خوش مصباح حنا كنقلبوا لقينا واحد البير مهجور حنا غندخلوا ليه دابا غندخلوا ليه بلا حس حيت ما عرفتش الصراحه اول مره ناري ناري نور الدين الخوت الصراحه ما غاديش نقدر واقيلا خليكم معنا غندخلوا واش كيف ما كتشوفوا معنا حنا غادي نخلعوهم وحده هي اللي خرجت الاخوان راهي الشيخ شاف خلفت هو صافي تحضر 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 هما طارو كيف ما كتشوفو لا انا جريتي غطيه الاخوان ضربنا واحد الحمامه هذا خوت راه ما عرفتش شنو كيسميوه بكري كان بكري هذا كان بحال كاب واش كيخبيو فيه السلاح ولا كيخبيو فيه الكنز الصراحه راه مرعب ديال بصح راه ما يمكنش الاخوان شوفوا راه مظلم ترى ما يمكنش هيبه تقدري تهبطي يحيى 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 راه بغى يغامر معنا وغادي يهبط لاننا متاكد اننا ضربنا واحد الحمامه خصنا نهبطوا لها لتحت هيبه مستعده باش غنهبط حتى انا ناري هيبه قلت لها بلا ما تهبطي قالت لك والو باغا نهبط حنا غنشوفوا واش ضربناها او لا لا حنا الخوت بغينا نتاكدوا وبسم الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخوان حتى والله حتى هذا الشيء مرعب الاخوان
قسما بالله تا مرعب. يا ربي السلامة يا واه تا شحال ديال العلوه الاخوان. هذا الاخوان واش كانوا كيخبيو فيه السلاح بكري ولا كانوا كيخبيو فيه الكنز ولا الله اعلم. ها هي الاخوان والله تا كاينه بالله كاينه والله تا ضربنا ناري الاخوان باقي ليه جاب الله طاحت لينا الاخوان ناري 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 بسم الله الرحمن الرحيم الاخوان راه باقي لداخل باقي لداخل باقي بعيد هاد الشهابط لداخل وعندو ضير عندو كاينه دوره على اليمين وكاينه دوره على اليسار نخوت انا الحمامه ديالنا الحمامه ديالنا راه هي هادي اللهم بارك كاينه الوليمه اللهم بارك شد يحيى لا معليش معليش حتى لا راه ما زقلتهاش انا متاكد بانني ضربتها الاخرين طاروا الاخوان اخوان الاخرين راه كانوا لاصقين ليه الفوق طارو بغيت نوريكم هذا الكهف هذا ولكن راه ظلام الحال ما قدرناش الخوت هادشي كون جينا بكري اخانا سير سير طلع بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله باش بحال خرج ناري 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 ترى هادشي راه خطير الاخوان والله العظيم انت خطير ترى غامر راه تقريبا راه شي 50 متر ديال الغرق طلعه راه صعيبه والهبطه حتى هي اصعب شي طلعه راه ما يمكنش عندك طيح يا حيا الحمد لله اخو الصراحه ما فين جات الضربه الضربه جات من الفوق الضربه جات من الفوق بقى سخونه الاخوان شديه صراحه شحال حنا كنجريو على الوليمه ديالي يا سلام شفا اللي كايب لا الخوت راه مرعب هادشي هذا قسما بالله حتى مرعب حتى شو راه مظلم ما كاين لا بيل لا والو لا فلاش ديال التليفون هي الضربه فين جات تضربات هي هي سنة الحياة ناري مرعب هادشي هذا الاخوان الله حتى مرعب شفا اللي كيحيى راه لا حول ولا قوة مين طلع نوبتنا راه يا سلام ما فهمت الحمد لله يحيى راه تخلع هابط ومخلوع هيبة تا هي اش بان لك صراحة والله ما تقدرش هبط بنهار لبنتي ياك صعيب صعيب والله تا صعيب فين هو المكحلة فين هي غنمشيو نجيبو المكحلة البندقية الاخوان شنو انتم الاخوان ترى الغرق راه ما يمكنش جاد الخوت ما قدرناش نجيبوه انتم اللوح غادي اللوح واحد الحجره الاخوان وشوفوا العلو ديال هذا هذا ما عرفت شنو كيسميوه مطموره ولا ما عرفت شنو كانوا كيسميوه بكري ترى ما يمكنش شوف معنا الوليمه ديالنا راه وجدات غادي ناكلها انا وجاد يا سلام اللهم بارك شو الاخوان اللحم كيدير راه ما يمكنش الله يتا وسمينه تبارك الله فيها ميدار الصدر ديالها راه اللهم بارك كما كتشوفوا جاد بسم الله بسم الله فقط سير جاد على بركه الله بسم الله الخوشه جاد هو الاول غيتذوق كي جات جاد والله لا ناري الخوت كديرة صراحة راه ما يمكنش شو اللحم ديالها كيدير تبارك الله سبحان الله ترى ما يمكنش ترى شي حاجة بيو 100% الاخوان بنينة شي الخوت اللهم بارك الاخوان دابا غتذوق هيبة نوبتها يا سلام واو اخو نذوق هذا
واو الخوت الصراحه واعره 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 ديال بصح. الخوت واعر ديال بصح. واش بان لك اجي؟ واه ها؟ واه ديال بصح. الصحة والراحة أصدقاء، هنا كنكونوا وصلنا لنهاية الفيديو ديالنا. كيف مشوا مع كيف مشوا معنا راه بالنهار قلبنا على الحمام ديال بصح، ولكن ما للأسف ما لقيناش، تطاح شوية الظلام، عاد صيدنا وحدة هي اللي طيبنا دابا كيف ما كتشوفوا معنا. جدرة تخفات الله عرفت. جدرة عجباتو الخوت راه كيموت على هذا الشيء، البل ديال الخوت راه ما يمكنش. أصدقاء هنا كنكونوا وصلنا لنهاية الفيديو ديالنا، كنتمنى أنه يكون عجبكم، إن شاء الله والخوت في راسكم، نتلاقاو في فيديو جديد.